muat bagi umat Islam yang menjadikan pedoman bagi kita di dalam kita bermuamalah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan dengan kita memperbanyak membaca Al-Qur'an, kita di samping mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menggali maupun mengetahui hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Manfaat di antara membaca Al-Qur'an adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an karena nanti di hari kiamat Al-Qur'an akan datang memberikan syafaat atau pertolongan kepada orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Sehingga diharapkan dengan kita memperbanyak membaca Al-Qur'an, kita mendapatkan syafaat di hari kiamat, amin Allah. Maupun daerah kita, secara umum negara kita, mudah-mudahan dengan banyak yang membaca Al-Qur'an, ya, kampung kita, daerah kita, negara kita diberikan ketenangan, diberikan kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, juga dijauhkan dari segala musibah, amin Allahumma amin. Ini barangkali sebagai tambahan, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita sama-sama kita niatkan semata-mata adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagai mukadimah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya diri wallahi wafiq lak wa bikari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ali baitil kiram shaybun lillahi lahumul fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبنا إلى خضرة أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين ومن جميع ملائكة المقربين والعلماء والمصنفين والمحدثين والمبصرين وجميع السادة الصوفية المحققين سنة والسلطان أولياء الشاب القادر الجيلاني قدس سره وإلى خضرة الشيخ أحمد رفعي وإلى خضرة الشيخ إبراهيم داسوكي وإلى خضرة الشيخ أحمد بدري وإلى خضرة الشيخ إمام الدين جنيد البغدادي وإلى خضرة الطريقة حمص البدي أحمد بن أسبدي وإلى خضرة روحي سلطان معونة في البنداني وخضرة سلطان رات الفتاح وخضرة سنة بن راسم وسلطان بن سلمان سرير سلمان حمص صلاح بن سندري وإلى خضرة خالد بنغالان وإلى خضرة حاجي أسيم أسعري خضرة في مسعودي كان بركادو بسم الله الرحمن الرحيم وإلى خضرة أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جدادنا ونكربائنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصار غشاوة ومن عذاب أليم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يعلمون إلا أنفسهم وما يشركون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكفرون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم